ده ليه يعني؟ ايه يعني لما العب شويه؟ بنشل في الطبق يا ستي، فيها حاجه ديت؟ بحاول احسن مستواي في التنشيل، في ايه يعني مش فاهم انا؟ مستوى او زفت ايه يا اسامه؟ مش حرام عليك اللي انت بتعمله ده يا اسامه؟ يخرب بيت ده يوم اجازه يا اخي انت واخده، قوم بقى يلا لم الحاجات دي. حاضر، هقوم المها، الواحد ما بيعرفش يلعب شويه في البيت دوت يعني، مش فاهم فيه ايه؟ خد يا ستي البتاع اهو. طيب انا بنشف في الطبق، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب ايه الزهق والملل اللي الواحد فيه ده؟ ده كمان يعني وانت يا ابني عايز تجنني معاك؟ حرام عليك يا اسامه، انت بتنيل ايه يعني لما النجفه تقع؟ عد انها تقع يا اخي على دماغك. بقول لك ايه، انا عدت دلوقتي لحد 97، هتطولي في الكلام هتلخبط في العد، سيبيني اكمل عد بيت النجف، بعدين استني في الثلاث لمض ناقصين في النجف هنا، راحوا فين؟ ثلاث لمض؟ انزل يا اخوي، انزل يا اخوي اشوف لك شغلانه. انزل. حاضر، انت دايما كده حاطه من معنوياتي. طب اعمل ايه طيب؟ الواحد قاعد زهقان يا جدعان في البيت، اعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ بدور على حاجة اكلها. تلاجة فاضية. تلاجة فاضية؟ طب ما تملاها يا اخوي. املاها ايه؟ ما انا كنت مالاها فاكهه من اول امبارح، راحت فين الفاكهه دي كلها يعني؟ اللي كانها ان شاء الله. بقول لك ايه، بطل شغل الفضل اللي انت قاعد فيه ده، انا لسه مخلصها وطالع عيني. يلا شوف لك بقى حاجه اعملها. حاجه اعملها؟ حاجه دي طب اللي اعملها؟ انا قاعد فاضي مش عارف اعمل ايه. انا هقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. ماشي. ميرفت خير؟ ايه كده احلى؟ ولا كده احلى؟ والله الاتنين زفت على دماغك، الاحلى ان انت تروح تقعد وهجيب لك كوباية الشاي تطفح. شيل الزفتة من على البوتاجاز. بس الفناجين ديت انتوا ليه عاملينها كده في الباقي؟ المفروض الفناجين دي تبقى واقفه كده ليه يعني؟ ليه لازمتها ايه؟ اخواتها فوق هي عاملينها ايه؟ اقول لك انا، احنا منيمينها ليه؟ قول. بنعذبها. عذبوها؟ بنعذبها. اقفل يلا النيش. ادي النيش. بصراحة فاضي وزعلان بس كده. شغلانتك عندي، اصبر.
لازم اجيب لك الشقه كلها.